ما قولكم في جماعة دعوة التبليغ وما يقومون به من زيارات وجولات وجلوس في المساجد؟ والله يا أخي الكريم، أنا أخ لكل المسلمين، نعم ولا أنتمي لأي جماعة إلا الجماعة الإسلام العامة، وأحب لنفسي ولإخواني ولك أن نمضي قدما على ما كان عليه الرسول وأصحابه، نتعلم ديننا ونعلم ما تعلمناه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا دعوت أدعو على بصيرة وعلم وبالطريقة التي سلكها النبي وأصحابه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا أرضى لي ولا لك أن ندعو إلى الله بجهل، بل نتعلم، والذي علمناه ولو حديث تعلمناه ولو حديث واحد أبثه للناس وأعلمه الناس، هذا منهجي. أما كوني مسلم وأنت مسلم أيضا، فرب العزة يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. أما الجماعات والتعصبات للجماعات وتأمير الأمراء على الجماعات، وأنت معنا إذا لم تكن معنا فأنت علينا، إلا إذا تألفوا قلبك أو اتقوا شرك، لا نحب ذلك، نحب أن نتأخى مع عموم المسلمين. فهمت كلامي؟ أنا عن نفسي عم الشيخ ليس في يعني لا أتعصب لأحد، ولكن هذا ما وجدت يعني اللي وجدته فيهم في ظل الظروف التي نمر بها، يعني اللي لقيت معهم يعني إن أنا أخذ عنهم دين. أنت تعلمت، أنت سمعت، فهمت كلامي؟ أنا فهمت كلامك. السلام عليكم.